السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي، الموضوع تاع هذا اليوم موضوع خطير وخطير جدا، هو تسريب الوثيقه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. وثيقه هذه المرسله من طرف بين قوسين الفيفا لمعاقبه الجزائر، وهي الريح فوق الشعر خاوتي، وراكم تجوا عليها لماذا. لكن الموضوع والخطر وين يكمن؟ هو في تهديد ولا محاولة إثارة الشعب ولا تخويف الشعب ولا إثارة الجمهور الرياضي. والجزائر كدولة حاليا مع الظروف الصحية، مع الظروف الاقتصادية، مع عدة ظروف، مش محتاجة نوع من هذه البلبلة. أول حاجة، هذه وثيقة ترسلت للاتحادية الجزائرية. أول حاجة تعالج الموضوع ما بين وزارة الشباب والرياضة أو الوزارة الوصية، وما بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ما دخل الإعلام في هذه الممارسات؟ هذه حرب نفسية، حرب تحوسوا ديروا ضغط على الوزير خالدي اللي موش قاع سامع بيكم. إضافة إلى هذا، لازم التدخل السريع من أربع وزارات. الوزارة الأولى على رأسها الوزير جراد، الوزارة الثانية اللي على رأسها وزير العدل زغماتي، إضافة إلى وزير الاتصال، الاتصال سموه وزير الاتصال ما نعرفش كي يسموه خاوتي. إضافة إلى هذا، الوزير خالدي لازم ينسق مع هاته الوزارات. أولا هنا مكاش لي يساوم مع الدولة، ولا مكاش لي يساوم مع مصالح الدولة، خاصة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة. هي الوزارة المسؤولة عن الرياضة في الجزائر، هي الوزارة اللي تدعم الدولة عن طريق مختلف الألعاب بما فيها كرة القدم، هي الوزارة المسؤولة عن تطبيع القوانين بحذافيرها، هي المسؤولة الوزارة المسؤولة عن بلورة أو تحوير أو تغيير القوانين حسب مصلحة البلاد، أو حسب قوانين التي تتماشى مع قوانين الجمهورية. يعني هنا كي تشوفها، لماذا خرجوها للإعلام؟ هذه محاولة ابتزاز، محاولة تغليط الرأي العام، محاولة فرض فتنة، ولا كيما حنا نقولوا بغاو يثوروا الشارع الرياضي. والجزائر حاليا مش محتاجة لنوع من هذه البلبلة. الجزائر محتاجة الكام في هذه الظروف الصحية، في الظروف الاقتصادية. الشباب تزيد تايا تجيب له خبر أن المنتخب الأول ولا المنتخبات غادي يتعاقبوا، يعني شاكم حابين. وهنايا المشكلة في اللي سرب المعلومة، ولا اللي سرب وخرج هذه الإرسالية. خرجها أولا مع معمر جبور، ثانيا في قناة النهار. لهذا لازم كل واحد مسك هذه الرسالة ولا مسك هذه الإرسالية وساهم في تسريبها، من يبدا من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حتى الإعلامي اللي قراها، حتى الإعلامي اللي قراها ولاشين اللي رسلتها. لازم معاقبة كل هذو، ومن بعد يدخلوا في الحساب. أول حاجة لازم وزير الاتصال يقلق كل هذه الحصص الرياضية اللي تدير بلبلة في الشارع الرياضي. اثنين، وزارة الشباب والرياضة لازم يبدا الملفات للعدالة، لازم التنسيق مع زغماتي، ولازم الملفات على العدالة. خاطش هذو لا سكت لهم، تارك وزير الشباب والرياضة راك دير في أمور حسب القانون، لكن هذو ما ينفعش معاهم القانون، للأسف ما ينفعش معاهم القانون. قالت علاه؟ وانا رانا نشمو في رائحة خيانة، خاصة كي نشوفو أن هذه الطبعة المرسلة ولا الإرسالية المرسلة، كما وضح خونا هواري في الفيديو، بالك متفرجتو خاوتي، يعني تقعد هناك نوع من الشك. ما نتهمو حتى واحد، لكن هناك نوع من الشك خاوتي. كي تشوف انت هذا لي سنية، كما قال خونا هواري، أنا قعدت نشوف من بعد حوست حاجة سهلة، ومالها تدخل موقع الفيفا ولا تدخل جوجل وتدخل ويكيبيديا وتشوف وتعرف شكون هذا فيغون ماسونغو أومبا، تعرفوا شكون، شي كان يدير شي ما كانش يدير. أولا تدخل في 2018 إلى الفيفا عن طريق مدير الاتحاديات أو مدير الأعضاء والتنمية في الفيفا، مسؤول على التنمية، لما عندوش أي اختصاص بالعقوبات ولا فرض العقوبات ولا كذا. هو مثلا اتحادية تعمل ولا تبغي تدير مشروع، تراسل هذا الرئيس، ثم انتقل إلى مدير قسم جمعية الأعضاء واللي مسؤولة عن التطوير والوسمو. يعني هذا الشخص حسب ما لقيت عليه أنا، عبر حسب ما حوست ولقيت عليه، يعني ما عندوش علاقة بالعقوبات ولا ما عندوش علاقة بالنزاعات. هو مسؤول عن التطوير، مسؤول ديريكتور دو ديفيزيون اسوسياسيون نومبر،
يعني مدير الاتحاد والأعضاء والتنمية في الفيفا في 2018، واليوم راه مدير قسم جمعية الأعضاء. هذا واش عنده علاقة بالعقوبات ولا بالقوانين ولا كذا ولا كذا؟ وكي نشوفوا الوثيقة المسربة مسنية من طرف هذا الشخص، لهذا تدخل الوزير أصبح واجب، أصبح واجب. هنا شك، هنا هناك شك، إلا إذا وضحت الاتحادية، وضحت الاتحادية. وأول غلطة، هذه الغلطة اللي دارتها حفروا قبورهم بيديهم، أنك تخرج إرسالية من الفيفا والمراد منها الضغط على وزارة الشباب والرياضة، راكم تساوموا في وزارة الشباب والرياضة اللي هي وزارة الدولة، وهنا أمر خطير وخطير جدا. لهذا على الوزير خالدي التدخل بسرعة، ولازم وزير خالدي ما تعملش روحك، إما تتصل بالوزير الأول جراد وتتصل بالوزير العدل زغماتي وتنسق معاهم في كل الخطوات، ولما وسيتش عندك حل آخر هو الاتصال بالحاج محمد روراوة، هو الاتصال بالحاج محمد روراوة والبحث عن سر هاته الوثيقة، ويجبد لك كل خباياها. تليفون معد الحاج محمد روراوة يجبد لك كل الخبايا اللي راك تحوس عليهم. نعرفك انا باللي ماكش دير حتى اهميه لهذه الوثيقه، لان ما عندها حتى اهميه، خاطر الفيفا بمبدا الديمقراطيه ومبدا كيما حنا نقولوا عدم الاقصاء، لما تسمع الحجج تاعك تعطيك تا الفافوري، تعطيك الاولويه لوزاره الشباب والرياضه، لان بعض القوانين اللي راهي نص عليهم الاتحاديه الجزائريه لكره القدم للاسف هي قوانين ديكتاتوريه، يحوسوا يخلوا الشارع الساحه لواحد الشخص، الواحد الشخص ربما ما يكونش الاتحاد الجزائري او رئيس الاتحاد الجزائري الحالي، ربما صديق تاعو اللي هو امين العبدي. ربما امين العبدي لو يترشح بطريقه قانونيه ويجيب اصوات بطريقه قانونيه الله يسهل عليه، لكن انك تفضي الشارع من شخص معين وما موهمهم حتى واحد، حتى قرباج هما مش يخمو فيه، راهم يخمو في كيسموه ولي صادي او وزير الشباب والرياضه. لازم تعيط الوزير خالدي ولا الدوله كعامه، عندكم فرصه باش تجربوا وليد صادي اسكو كاباب ولا مش كاباب، في ظل الظروف هذه وفي ظل الاشكاليات القانونيه عيط له ودي رايه وخليه يعمل عنده. وانا بصراحه حامل وزاره الشباب والرياضه الاتصال بمحمد روراوه ومعرفه كل دي صغيره وكبيره عن هذه الاشياء. محمد روراوه تليفون بلا ما يديبلاسي بلا ما والو، تليفون ديجا هو راه في الاتحاد العربي لكرة القدم، تشوفوا تصاويره مع تركي آل الشيخ، وتشوف تصاوير جيان أفورتينو مع تركي آل الشيخ، تعرف إمكانية وتعرف قيمة هذا الرجل. لهذا حان الوقت، حان الوقت للتدخل والضرب من حديد. يعني صاي بزاف صبرتوا لهم خليتهم يلعبوا، وزيد وزيد القنوات اللي راهم القنوات اللي راهم داعمينهم ولا راهم يفوتوا في الإشهارات هذه من عندهم ولا يفوتوا في هذه الصيغات ولا هذه المقابلات راهم يديروها. لازم التدخل، لازم التدخل وزير الشباب والرياضة، خاطر إلا زدت تسكت غادي يزيدوا يتماداو، غادي يزيدوا يتماداو. شفنا لافير تاع حارس المرمى اللي بغاو يديروها وفضحها الإعلامي حسين جناد، شفنا البارح كذلك خروج في قناة النهار واتهامات خطيرة وخطيرة لأعضاء المكتب الفيدرالي السابق، وهذا عيب. هذه قناة تلفزيونية نورمالمون ما عندها مدخلها، نورمالمون مقدم الحصة يوقفهم ويقول لهم حبس ستوب وراكم ديروا عليها موضوع. خاوتي وانا كوارث كوارث راهي تصرى، واللي باغي يشوف خاوتي يدخل عند هواري اورون اورون في ناك دي زاد ويشوف الموضوع، دار موضوع شباب وجاب عدة دلائل وعدة كيما حنا نقولوا معطيات إجابة، وإن شاء الله بربي إن شاء الله تتسقم حال الكرة الجزائرية ومن أحسن للحسن، خاصة نشوفوا رانا في المراتب الأخيرة، تشوف تايا مصر في المرتبة الأولى والسعودية والمغرب في أي مراتب، تسيبنا حنا في المرتبة 76، يعني كارثة كارثة عظمى. هذه يا خاوتي هذا هو الموضوع، تهلاو في رواحكم والسلام.